نحييكم مشاهدينا الكرام من جديد ونقدم لكم فقرة ضيف، وفيها نستضيف الدكتور محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية للحديث عن إشادة البرلمان الأوروبي بالعلاقات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية وتوصياته بتقديم المزيد من الدعم للمملكة. البرلمان الأوروبي وصف المغرب بالشريك والجار الاستراتيجي القديم، وبالفعل المملكة بشراكتها المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي كهيئة ومع دوله عبر شراكات ثنائية مثمرة تعتبر شريكا استراتيجيا لا غنى عنه، لكن المملكة أيضا لها شراكات أخرى خارج الاتحاد وتعود على المملكة بالنفع في مجموعة من المجالات. إذا لنتعرف وإياكم على تفاصيل هذا الموضوع، اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بالدكتور محمد بن حمو والذي ينضم إلينا من العاصمة الرباط. دكتور أهلا ومرحبا بك على شاشة ميديان تي في. أهلا وسهلا نوفل، مرحبا بك. إذن بالتأكيد اطلعت على تقرير البرلمان الأوروبي فيما يخص الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، بالتحديد هناك عبارات لابد من التوقف عندها مثل طابع استراتيجي، شريك وجار استراتيجي قديم، التوصيات التي تمت بمواصلة الدعم ونجاعة ذلك الدعم المقدم ضمن برامج دعم الميزانية وآلية الجوار. ما كل هذا الثناء على المملكة من البرلمان الأوروبي وفي هذا التوقيت بالذات؟ الأوروبي بتقديمه لهذا الموقف الآن هو يؤكد من جهة على قوة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وكذلك طابع الشراكة الذي هو يعني ببعد استراتيجي كبير جدا. نحن نعلم بأن هذه العلاقات هي علاقات قوية وعلاقات قديمة وعلاقات متينة، لأنها تعود إلى أزيد من 50 سنة، وهي علاقات يمكن اعتبارها بأنها يعني علاقات متميزة، لأن هذه الشراكة التي امتدت على طول هذه الفترة الزمنية تقوت على مدى الحقب، حيث أن المغرب له وضع يعني الشريك المتقدم وله كذلك وضعية هامة جدا في إطار ما يعترف به بسياسة الجوار. فبالتالي هي يعني إشارة من الاتحاد الأوروبي في هذه الظرفية التي تعرفها المنطقة، وهي يعني ظرفية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على متانة الشراكة الاستراتيجية مع شريك موثوق ومع شريك يبنى معه المستقبل. نعم دكتور بن حمو، يعني في تفصيل ربما لطبيعة هذه الشراكة المغربية مع الاتحاد كهيئة، ربما الناس تذهب إلى الشق الاقتصادي ولكن هو جزء من كل. نعم هناك جوار أوروبي، هناك بضع كيلومترات بحرية تفصل المملكة المغربية عن مثلا الجارة إسبانيا، أوروبا ككل الغربية دول قريبة من المملكة المغربية، نسب كبيرة جدا من المهاجرين المغاربة من الجيل الأول والثاني وحتى الثالث يتواجدون في ديار المهجر هناك في أوروبا يساهمون ببناء هذه الدول. المغرب قد يعتبر بالنسبة لأوروبا أيضا بوابة على القارة الأفريقية، ولكن بعيدا عن الشق الاقتصادي هناك مجموعة من الخصائص للشراكة المغربية الأوروبية، مجموعة من الفوائد المشتركة. يمكن أن نتطرق على سبيل المثال للحصر للهجرة، صحيح المغرب يرفض أن يكون دركيا للقارة الأوروبية بالنسبة للهجرة، ولكن أيضا المغرب لديه سياسات واضحة في هذا المجال تقي أوروبا شر الهجرة. أيضا في مجالات أخرى كتبادل المعلومات الاستخباراتية، مكافحة الإرهاب، المغرب كنموذج لدولة إسلامية فيها إسلام وسطي معتدل، فيها تسامح واحترام لكل الأديان، فهناك خصائص تميز هذا الشريك، ما جعل ذلك الشريك بمثابة الشريك الاستراتيجي كما قال البرلمان الأوروبي. هل توافق مع هذا الطرح بناء على كل المعطيات التي قدمناها؟ أكيد أن هذه المعطيات وأخرى تقوي هذه الشراكة وتمنح للمغرب هذه المكانة المتميزة، لأن للمغرب تاريخ عريق في علاقته مع أوروبا، وللمغرب كذلك أدوار كبيرة
يلعبها اليوم في على عديد من المستويات وعلى العديد من القضايا. نحن نعلم أن يعني فيما يرتبط بالهجرة كما تفضلت المغرب لا يريد أن يلعب دور الدركي، ولكن كذلك للمغرب نظرة يعني إنسانية لملف الهجرة بمقابل النظرة الأمنية للأوروبيين. فالمغرب له يعني قناعته وسياسته في هذا المجال، وهو في تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتدبير هذا الملف. ثم هناك البعد الإنساني القوي بتواجد يعني ملايين من المغاربة مقيمين بالدول الاتحاد الأوروبي، وهو يعني رابط إنساني قوي، والعديد منهم يلعبون أدوار في مجالات اقتصادية اجتماعية سياسية في الدول التي يقيمون بها. ثم هناك كذلك يعني الشراكة المرتبطة بالحوار السياسي بين الطرفين، والذي يجعلهما يتشاوران ويتحاوران حول العديد من القضايا المشتركة، وبالتالي محاولة الدفع بالتعاون بينهما إلى الأمام. أكيد أن الجانب الاقتصادي يظل حاضرا بقوة، لأن يعني الاتحاد الأوروبي هو أول شريك اقتصادي للمغرب، وأن يعني هذه العلاقات المتنوعة سواء فيما يرتبط بصادرات المغرب أو وارداته من الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك بالمقابل تعاون في مجالات استراتيجية وحساسة كالتعاون الأمني في مواجهة الإرهاب، وفي كذلك مكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود. نعم دكتور بن حمو، يعني تحدثت بإسهاب عن كل هذه المعطيات التي تميز المغرب كشريك استراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، ولكن وهي أيضا ما جاءت في ذلك التقرير الخاص بالبرلمان الأوروبي على أن حتى ما يقدم من مساعدات للمملكة المغربية لها نجاعة فيما يخص استثمارها داخل المملكة المغربية. ولكن ماذا عن الشراكات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي؟ يعني المملكة المغربية صحيح لديها شراكة متقدمة ووضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا لديها شراكات مميزة تعود لعشرات السنين مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي. نذكر على سبيل المثال الحصر فرنسا، إسبانيا، إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية. كيف تنظر لهذه الشراكة؟ وهل بالفعل مثل هذه التقارير التي تصدر من هيئات قارية على غرار البرلمان الأوروبي بإمكانها أن ربما تنعكس بالإيجاب على شراكات المملكة المغربية الثنائية مع دول الاتحاد؟ ونحن نعلم بأن المملكة المغربية يعني في عهد الملك محمد السادس خطت خطوات كبيرة جدا في مجال البنى التحتية، في مجال تنمية الموارد البشرية، في أمور كثيرة جدا تشهد تنمية وتطور ملحوظين في الآونة الأخيرة، وبالتالي ذلك ينعكس على شراكتها مع عدد من البلدان الأوروبية التي لديها استثمارات في المغرب وأيضا تستقطب عدد كبير جدا من الصادرات المغربية. أكيد أن المغرب أظهر جدية كبيرة ومصداقية كبيرة، وأظهر كذلك إرادة قوية للتطوير والتحديث، وإرادة قوية للإصلاح، وإرادة قوية كذلك يعني لتحقيق التنمية في مختلف المجالات بما في ذلك يعني على مستوى البنية التحتية أو في مجالات عدة. فالاتحاد الأوروبي يعني في علاقته مع المغرب كاتحاد هي علاقة يعني بين طرفين، والمغرب في هذا المجال هو يشتغل في مجال يعني متعدد الأطراف، في حين وبموازاة ذلك هناك فعلا يعني علاقات ثنائية قوية مع العديد من الدول الأوروبية، تفضلت بذكر بعضها، ولكن يمكن الإشارة إلى أن يعني باقي الدول بعلاقات يعني بدرجات متفاوتة، ولكن كل هذه الدول لها علاقة قوية مع المغرب، لأن المغرب يظل بالنسبة لهذه الدول كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو يعني بوابة إفريقيا، ويظل كذلك فاعل أساسي في مجال التنمية وفاعل أساسي في مجال يعني الأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية، وله دور ومكانة كبيرة. فبالتالي جميع هذه الدول تسعى إلى تمتين وتقوية هذه العلاقة
مع المغرب خاصة، ونحن نعلم بأنه كما تفضلت خلال العقدين الأخيرين يعني المغرب تطور بشكل كبير جدا، ومنذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش يعني المغرب يعيش ثورة تنموية حقيقية. نعم دكتور بن حمو، تفضلت وقلت بأنه صحيح هناك إسبانيا، إيطاليا، ربما فرنسا، ولكن المغرب أيضا ينوع شراكاته مع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة حتى تلك الدول التي تتواجد في أوروبا الشرقية. ولكن دعنا نتحدث عن شريك قد يكون استراتيجي، وأن كانت الشراكة اليوم لا تلبي الطموحات سواء تعلق الأمر بالمملكة المغربية أو بذلك الشريك، وأقصد هنا بريطانيا العظمى، المملكة المتحدة التي انسحبت وفقا لاتفاق البريكسيت من الاتحاد أو المنتظم الأوروبي، واليوم قد تحتاج هي بدورها لتنويع شراكاتها في المستقبل القريب. كيف تنظر لذلك الشريك وإن كانت يعني الشراكة موجودة صحيح وهناك علاقة تاريخية تربط الرباط بلندن، إلا أنها لا ربما تواكب تطلعات البلدين ولا حتى ما يمكن أن تقدمه بريطانيا أو حتى المملكة المغربية لتنمية تلك الشراكة؟ أعتقد بأن بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي مع يعني صفقة البريكسيت، وهي تسعى إلى أن تجد يعني مجال لتقوية علاقتها وشراكتها مع المغرب. أكيد بأن هذه العلاقات يعني لها جانب من الأهمية، ولكن هناك توجه لأن تعرف يعني قفزة نوعية ودفعة جديدة، لأن بريطانيا هي الآن يعني خارج المنظومة الأوروبية وبحاجة إلى إثبات ذاتها والدفاع عن مصالحها كذلك. فهي فرصة بالنسبة لبريطانيا وفرصة كذلك بالنسبة للمغرب، لأنه سيتعامل مع شريك كان يتعامل معه داخل الاتحاد الأوروبي، والآن هي يعني فرصة ومجال جديد. قبل ذلك ربما دكتور بن حمو، فقط يعني كإضافة بسيطة من التاريخ، المغرب كان يصدر حتى السكر قبل أكثر من 100 عام عبر ميناء أكادير للمملكة المتحدة. يعني هناك شراكات قوية جدا على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي، وحتى بين يعني العلاقة بين الأسرة المالكة العتيدة والعريقة هناك في الديار البريطانية والأسرة العلوية الحاكمة في المملكة المغربية. يعني هناك روابط تاريخية وأيضا روابط اقتصادية تعود لأكثر من قرن من الزمن، لأكثر من 4 قرون من الزمن. هناك علاقات دبلوماسية قائمة مع بريطانيا وتبادل للسفراء منذ يعني أزيد من 400 سنة مع بريطانيا، وهناك علاقات يعني قوية على الجانب الاقتصادي، وكانت هناك هجرات كذلك يعني في وقت سابق وبعيد من الآن للكثير من المغاربة أو لبعضهم على الأقل إلى يعني إلى 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 بريطانيا. وهذه العلاقات سواء من استقروا بمانشستر أو بغيرها جعلت أن هذا التبادل كما تفضلت يعني كان في جوانب عدة، وكان للمغرب في السابق كما هو الشأن الآن كذلك يعني تصدير للعديد من المواد الأساسية لبريطانيا. فبالتالي هي علاقات يعني تاريخية قوية وعلاقات تربط بين العائلتين الحاكمتين في البلدين، وعلاقات كذلك تؤكد بأن يعني عمق العلاقة في جانبها التاريخي وبعدها التاريخي هو يعني مجال قوة للدفع نحو المستقبل ولتقوية هذه الشراكة مستقبلا. فبريطانيا لها رغبة كبيرة في أن يكون لها دور بالقارة الإفريقية، ولها دور لها يعني رغبة كبيرة أن تكون حاضرة في القارة الإفريقية، لأنها تعلم بأن إفريقيا اليوم هي المستقبل، وهي تسعى إلى العودة إلى إفريقيا، والمغرب يعتبر يعني البوابة التي تمنحها ذلك اليوم، خاصة أن الامتيازات الجمركية التي كانت مع الاتحاد الأوروبي تلاشت، هناك بحث عن خطوط إمداد جديدة، هناك متغيرات كثيرة جدا ما بعد البريكسيت. ولكن أيضا
ربما نربط الظرفية الزمنية نوعا ما لما ورد من البرلمان الأوروبي بحديثه عن الشراكة مع المملكة المغربية بتطورات قلنا داخلية على مستوى المملكة المغربية، صحيح وأن تعلق الأمر ببنى تحتية متطورة وفي مجالات عدة. اليوم نتحدث عن اقتراب إعطاء الانطلاقة الفعلية للأشغال في ميناء الدخل الأطلسي، وهو أكيد مرفأ هام وهام جدا على مستوى التبادل التجاري، على مستوى تصنيع السفن، وعلى مستوى التجارة البحرية بشكل عام. وقد يكون هناك علاقات متطورة ومثمرة أيضا مع الشريك الأوروبي في المستقبل القريب. ولكن قبل ذلك هناك سياقات أخرى تتعلق بشراكة مغربية وصلت إلى حد التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتذكر الإعلان الثلاثي في الدار البيضاء وما نجم عنه من استثمارات مرتقبة ستكون في الأقاليم الجنوبية، واستثمارات مغربية أمريكية مشتركة ستكون على مستوى القارة الأفريقية ضمن مبادرة ازدهار أفريقيا. فهنا نتحدث عن تحالف استراتيجي مع قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية عظمى ألا وهي الولايات المتحدة. لا ترى بأن البرلمان الأوروبي هو الآخر يسابق الزمن للحفاظ على هذه الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية وفقا لكل هذه المتغيرات؟ لا بل أكثر من ذلك، التوصية باستمرارها وتطويرها. أكيد بأن كل هذه المعطيات حاضرة، أكيد بأن الاتحاد الأوروبي يعي جيدا أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية، وكذلك هذا يعني هذه الشراكة الاستراتيجية الثلاثية، وكذلك يعني القوة التي والزخم الكبير الذي تعرفه هذه العلاقات المغربية الأمريكية، يعني كلها معطيات تدفع الاتحاد الأوروبي إلى أن يخطب ود المغرب وإلى أن يعبر كذلك على رغبته في الاستمرار في هذه العلاقة بشكل يعني متجدد وبشكل قوي، لأن الاتحاد الأوروبي أولا يعي جيدا بأنه وإن كان يعني الشريك شريكا أساسيا للمغرب، فالمغرب عمد إلى تنويع شركائه، فهو يعني نوع شركائه، تفضلت بالإشارة إلى الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك شراكات كذلك مع قوى أخرى سواء منها يعني الصين أو الهند أو يعني روسيا. اليابان أو روسيا أو غيرها من الدول. هي ربما محور الرؤية الملكية الخاصة بتنويع العلاقات المغربية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى ثقافية إلى غير ذلك. نتذكر في روسيا كيف تم الحديث عن تشجيع السياحة الروسية المغربية على الواجهتين، سواء تعلق الأمر بروسيا أو حتى بالمملكة المغربية، ليتعرف السياح الروس، وهم أيضا يعني نسبة هامة جدا من السياحة العالمية ولديهم يعني ثقل هام جدا في 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 هذا القطاع العالمي الهام. وبالتالي يعني الأمور لا تقتصر فقط على ما هو اقتصادي، ولكن لنركز كثيرا على تنويع تلك الشراكات الاستراتيجية مع عدد من عمالقة العالم على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو حتى العسكري، كما تفضلت روسيا والصين. هل يشكل ذلك هاجس قلق بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، أم أن هناك علاقات تتكامل فيما بينها والسيادة لكل دولة تعطيها الحق بأن تعقد شراكات متنوعة مع مجموعة من الدول بغض النظر عن موقعها الجغرافي؟ هذا يعني قرار سيادي وقرار يعني لا يملى، وقرار يعني حين يتخذه المغرب فهو وفق مصالحه الخاصة به ووفق كذلك يعني قناعته وخياراته وإرادته وسياسته كذلك. فبالتالي الاتحاد الأوروبي أكيد بأنه يرى في تنويع هذه الشراكات نوع من التنافسية التي تفرض عليه، ويرى كذلك بأنه بتنويع هذه الشراكات وبدخول يعني شركاء جدد يفقد يعني حجما من السوق أو هامشا من السوق في العلاقة مع المغرب، ويعلم كذلك بأن يعني حضور شركاء جدد هو بالنسبة له يعني صورة تعطيه بأنه ليس يعني وحيدا في الساحة، فبالتالي لا يمكنه أن يملي شروطه كما يريد. فأكيد بأنها يعني أساسية، وأن هذه القناعة وهذا
الخيار هو خيار استراتيجي، لأن تنويع الشراكات الاستراتيجية مع باقي دكتور بن حمو ربما من الأمور التي ترغب الطرف الآخر، إن كنا نتحدث عن روسيا مثلا أو كنا نتحدث عن العملاق الصيني ذلك التنين الآسيوي هو العمق المغربي الأفريقي، حين نتحدث عن مشروع من قيمة ميناء الداخل الأطلسي وما يمكن أن يحدثه هذا المشروع على مستوى التبادل التجاري والتجارة البحرية إلى غير ذلك، حين نتحدث عن مشروع الغاز نيجيريا المغرب وعدد الدول التي سيمر منها، ونتحدث أن روسيا عملاق في مجال تصدير الغاز الطبيعي، فهو معني أيضا بذلك الأمر أو بهذا التطور. حين نتحدث عن شراكة مغربية صينية تجددت من خلال حملة التلقيح الوطنية والاعتماد على لقاح سينوفارم الصيني، وهذا أكيد جزء من كل، فهناك متغيرات كثيرة جدا من الدور المغربي الريادي في القارة الأفريقية وصولا للتنمية المحلية التي تحدث في عدد من القطاعات الحساسة، قد تفتح آفاق مستقبلية لشراكة ربما مثمرة مع هؤلاء العمالقة في المجال كما قلنا التجاري أو حتى العسكري أو حتى السياسي. أكيد بأن هناك توجه لتقوية هذه الشراكات، وأكيد بأن يعني هذه الرغبة في بناء شراكات استراتيجية مع المغرب يعني لا تنبثق من العدم أو من لا شيء، لأنها يعني وليدت بالنسبة لكل بلد من هذه الدول علاقات يعني تاريخية وقوية معها كذلك، وإن كانت لا يعني ربما ليست بنفس قوة العلاقات المغربية الأمريكية أو المغربية الأوروبية، ولكن هي علاقات كذلك قوية. ثم لأن هذه القوى تعلم جيدا مكانة ودور المغرب في القارة الإفريقية، فأشرت إلى ميناء الداخلة وأشرت إلى يعني ما تشكله اليوم الأقاليم الجنوبية كجسر نحو يعني العمق الإفريقي، فمعبر القرقرات هو يعني بوابة على 500 مليون نسمة في منطقة الساحل والصحراء والغرب الإفريقي، وهو كذلك يعني مدخل للقارة الإفريقية، وبالتالي هذه الدول تعي جيدا بأن المغرب هو البلد الذي يتوفر على بنيات تحتية متطورة جدا. صحيح، وأنت تتحدث دكتور بن حمو، نشاهد صور من الزيارة الملكية، زيارة الملك محمد السادس للصين والاتفاقيات التي تم توقيعها، وهنا لابد أن نعرج على أن الصين أيضا من العمالقة الذين يستثمرون داخل القارة السمراء، وبالتالي حين تريد توطيد شراكة مع شريك اسمه المغرب لديه عدد كبير جدا من المؤسسات الفاعلة في القطاع البنى التحتية، في قطاع الاتصالات، في قطاع البنوك إلى غير ذلك، فأنت ربما تساهم في تنمية حضورك في تلك القارة مع شريك من القارة نفسها. فعلا، لأن العلاقات بين الدول هي تقوم على المصالح، وحين يعني تتوجه الصين أو روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا أو غيرها من القوى لبناء هذه الشراكات مع المغرب، فهي تعي جيدا أنها يعني تبني شراكة مع فاعل جدي وفاعل له دينامية وفاعل له حضور، لأن المغرب هو ثاني أكبر مستثمر بالقارة الإفريقية كدولة بعد جنوب إفريقيا، وأعتقد بأنه يعني في طريقه إلى أن يصبح أول يعني مستثمر. ثم المغرب فاعل أساسي ومحوري في جميع المعادلات المرتبطة بالأمن والاستقرار بالقارة الإفريقية. صحيح. وهذه القوى تعي جيدا بأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية بدون استقرار، ولا يكون هناك استقرار بدون تنمية. صحيح. والجميل في الأمر، أعتذر عن المقاطعة، لدينا محور أخير، جميل في الأمر أن المملكة المغربية بدورها لديها رؤية خاصة للقارة الأفريقية لكي تملك سيادة قراراتها، وأيضا لكي تنمي نفسها، وأيضا لكي يكون هناك سيادة للسلم والأمن داخل هذه القارة التي عانت كثيرا. دكتور بن حمو، للأسف داهمنا الوقت، ولكن لابد أن نتطرق لمحور آخر يتمثل بالخليج العربي، وهو الذي يدخل في إطار أولويات تنويع الشراكات الاستراتيجية بالنسبة للمملكة المغربية، وربما بعد المصالحة الخليجية التي عقدت مؤخرا بعد قمة العلا الشهيرة، قد تتطور العلاقات أكثر مع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن كوحدة واحدة، بما أن هذا المجلس يعتبر آخر قلاع العمل العربي المشترك أو كما يوصف. أكيد بأن العلاقات الأخوية والعلاقات التاريخية القوية مع دول يعني الدول
دول الخليج هي علاقات قوية مع المغرب ومتميزة. أكيد أن يعني تلك السحابة التي عرفتها هذه العلاقات داخل الاتحاد والتي تبدو اليوم بأنها يعني أصبحت يعني تغيب تفتح المجال إلى عودة يعني البيت الخليجي للعمل المشترك بقوة، ومن ذلك يعني استمرار هذه القوة وهذا الزخم في هذه العلاقات الأخوية بين يعني دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب بهدف الاستمرار في تحقيق أهداف مشتركة وتحقيق كذلك مصالح مشتركة. نعم. لأن ما يمكن أن يميز المغرب اليوم هو البراغماتية الكبيرة التي يعني لجلالة الملك، وكذلك يعني الواقعية الكبيرة والالتزام. فعودة إلى إفريقيا، جلالة الملك اليوم يجسد الريادة الإفريقية الجديدة، لأنه يعني باعتراف الجميع هو رائد إفريقيا الجديدة، وبعد الآباء المؤسسين للقارة الإفريقية يجسد يعني هذا الجيل الجديد. نعم دكتور. من الريادات، وهو رائد رواد إفريقيا. أشكرك جزيل الشكر محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من العاصمة الرباط. شكرا جزيلا لك على المشاركة. الشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.